تكتر وتكتر. بعتقد حتى سيد الرئيس نقدر نشوف اشياء لا تقدر تعطي احسن شيء للشعب. فيها صحراء لا تزرع. بس انت عندكم مبين بالخطط المعموله سياسيا. لا 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 دق ثاني شبحان دق عيبان دق عيبان بسم الله المؤمن يبدأ بنفسه. كل خير درناه، درنا البطاطا نجحت، اللوبيا نجحت، الطماطيش نجحت، الفلفل نجح، قليشة، الدلاع، البطيخ، الحاجة اللي نحطوها الحمد لله. تمد مردودية مليحة وتكون يعني هي اللي تولم السوق بها الإنسان كي يخدم، يكون مردودية إنتاج وافير، يهبط الثمن بها المستهلك يقدر ياكل. الكوت تاعها السكر تاعها اللي والو حنا الجزائريين نبغوا الحلو بزاف، كاين اللي السكر تاعها هابط ما تجيبش ما تكونش عندها مكانة في السوق الجزائرية. الشعب الجزائري بصفة عامة يبغي الحلو. اليوم نحن نظمنا يوم للفيلد داي سميناه، اللي هو نعمل ديزيسي، نختبر تجارب، نعمل تجارب على البذور السومونس اللي هي المفروض السومونس تكون التي تقاوم العوامل الطبيعية واللي هي لازم تكون موجودة هلا في الجزائر لخدمة الاند يوزر يعني المستهلك. مثال حي على هذه الشركة الخاصة اللي رانا موجودين لان هنا في محطة زيرالدا، محطة التجارب يعني عندها تقريبا يفوت 20 سنة في الوجود عندها في الجزائر، وهنا يعني راح تشارك يعني في تطوير الفلاحة في الجزائر. احنا اليوم خدمنا مع شركة أجنبية يعني عم يعاونوا فينا، يجيبوا لنا يعني دي فاريتي جدد. كما نهار اليوم راح يفانو بريزونتي دي طومات جدد، دي باستيك جدد، فهمت، دي ميلون اكسترا اكسترا.